قالت الجماهير الكروية عن بالغ فرحتها بفوز المنتخب العراقي على المنتخب الاندونيسي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في التصفيات المزدوجة لكأس العالم في نسخة 2026 وأمم آسيا. احنا هسه حاليا يعني الملعب كلش فرحانين، يعني مو بس اهل البصره والمحافظات والعراق على بكره تبيه خمس اهداف، يعني مو سهله وهم واحد، يعني الواحد جهد شيء لا بس. بس المهم على كل حال تشجيعنا والحمد لله، والعدد 64,000 مو يعني مو عدد هائل الحمد لله، تشجيع يعني لحد ما كلش خلص 90 دقيقه وثلاث دقائق اضافيه يلا، يعني متوقعين نتائج قويه بس مو مال خمس اهداف، مو مال خمس يعني مال اثنين ثلاثة مالت الله، يعني مو خمسة، خمسة يعني عجيبة كلها الحمد لله الحمد لله. نبارك هذا الفوز العريق العراقي على نظيره الأندلسي بخمسة أهداف مقابل هدف سجل عن طريق اللاعبين المتميزين الحمد لله والشكر، عن طريق علي جاسم، وصنع أيضا هدفين عن طريقه. وأنا سائح يعني عراقي أتيت من طهران إيران، والحمد لله هذه الفرحة اكتملت بمجيئنا إلى بصرة الفيحاء، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى إن شاء الله، والازدهار والتطور إن شاء الله، والرقي للشعب العراقي وللعراقي أجمع إن شاء الله.